دابا في هذا المهرجان الدورة 99 وعجبني هذا المهرجان تبارك الله عليه، وداروا العروض مزيانة تبارك الله عليه. حيت انا ساكن هنايا قريب من هذا المهرجان ديما تنجيلو انا ولا فاميا ديالي. المهم انا عجبني هذا الشيء بزاف، اول مره تنجي لهنايا، انا من الرشيديه، عجبني بزاف هذا الشيء. ملكه الجمال كانت رائعه جدا، الموكب كان جميل، والاستعراضات كانت رائعه. لا اول مره كان رائع، كنت دائما تنبغي نحضر تنأجل تنأجل، ولكن هاد العام زعمت. انتقاد لهذا المهرجان هذا بزاف ديال الناس قالوا التنظيم ماشي هو هذا. لا لا بالعكس، انا بالنسبه ليا كان التنظيم مزيان، كلشي مزيان. المهم بالنسبه لا بروميير بارتيسيباسيون ديالي، لا بروميير بارتيسيباسيون زعما بالنسبه لي مزيان، معجب في المستوى، لا من ناحيه التنظيم ولا من ناحيه الوجوه اللي حاضره، زعما مزيان الحمد لله مزيان. ما عنديش فكره على السنوات الماضيه يعني، مجرد ولكن اول مره كنحضر يعني. لا تبارك الله مهرجان زوين وكاين ما يتشاف. شكرا. لا ما شفناش العام اللي فات ولكن عجبنا الحال اول مره. لا لا ماشي من كازا. اييه ماشي.